أحمد 25 سؤال لازم تجاوبهم بسرعة ومن غير تردد. اوكي. تويتر، فيسبوك، سناب شات ولا انستغرام؟ كايه تفضيلك؟ تفضيلي فيسبوك. أسعد لحظة في حياتك؟ أسعد لحظة في حياتي لسه ما جاتش. آخر كتاب قرأته؟ النهاردة الصبح كنت بقرأ رسائل قاضي إشبيلية لألفريد فرج. صفة تحبها في المصريين؟ خفة الدم، زي ما بيقولوا هو اكليشيه بس يعني لازم أقول كده. صفة تزعجك في المصريين؟ خفة الدم بصراحة مش حلوة برضو. سر تتمنى لو المرأة فهمته عن الرجل؟ أنا مش هتكلم غير قدام المحامي بتاعي. طب ممثل ولا كوميدي ولا انه كوميديان يعني ولا مقدم ولا مجرد هاوي على اليوتيوب؟ كيف تصنف نفسك؟ احساس الهواية جميل، في استمر مع البني ادم يعني احساس جميل، احب ابقى هاوي طول الوقت، لكن اذا كان وصف ممثل موجود في الاختيارات فانا احب اكون ممثل. اقصى نقد سمعته؟ اقصى نقد سمعته وما فيش، كل يعني كل النقد كان ظريف يعني لان النقد المفيد بحبه، النقد اللي مش مفيد او أوكي. يعني هدام بستثنيه. مين يضحكك؟ كتير جدا يعني بضحك. اختار واحد. واحد بس؟ ايه بسرعه. صعب قوي. بسرعه بسرعه بسرعه. محمد اخويا. اوكي. اكبر عقبه في طريق النجاح؟ الخوف. اهم خطوه للنجاح؟ الاصرار. كم ساعة بتقضي على الانترنت؟ يمكن ساعة ساعتين في اليوم متقطعين على دقائق. صفة تتمنى انه يكتسبها ابنائك؟ الابداع والثقة بالنفس. اهم معلم سياحي في مصر؟ اهم معلم سياحي في مصر من وجهة نظري بسرعة بسرعة الشاطئ اسكندرية. تختار المال ولا الشهرة؟ المال لا، حب الناس ولا المال ولا الشهرة. فيلمك الكوميدي المفضل؟ ممكن فيلمي المفضل مش الكوميدي، لازم الكوميدي؟ اوكي، فيلمك المفضل؟ فورست جامب. طيب تطبيقك المفضل؟ على 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 الموبايل. أيوة. يعني واتساب. اوكي، جملة بترددها دائما؟ اللي هي دي برددها كتير. طيب شيء تشكر زوجتك عليه؟ على كل حاجة، استحملتني كتير، اشكرها على كل حاجة. هل تنوي التخلص من كرشك؟ طب انا ما جبتش سيرة حاجة شخصية تخصك عشان تقولي كده يعني. طب اذا اضطريت انك تعيش خارج القاهرة في اي مدينة تختار؟ في العالم ولا في مصر؟ في العالم. في العالم احب اعيش في المدينة المنورة طبعا، برتاح. أوكي. جدا في المدينة المنورة. أكلتك المفضلة؟ كوسة باللبن. ضحك أو الزبادي يعني عشان بس في لبس بين اللبن والما علينا. أوكي. الضحك وسيلة ترفيه فقط ولا تغيير أيضا؟ وسيلة تغيير ووسيلة تفكيك لأفكار المجتمع وإعادة تركيبها بشكل تاني. أوكي. رسالة. كلمة نفسك تلغيها من قاموس المصريين؟ اللي هي عمي دي وحشة قوي محبهاش. فين بتشوف نفسك بعد 10 سنين؟ بشوف نفسي في لقاء تاني معاكي، بس انت قاعدة قدام بقى عشان ورا ده غريب قوي، مش حاسس ان ده مسلسل دراما مصرية قديمة. شكرا لك. ان شاء الله تصير.